احنا برضو عشان نبين ونبروز اهميه الحاله النفسيه وانعكاساتها الايجابيه او السلبيه على الجسد او على العضلات او على فكره العوده مره ثانيه، حتى بعيدا عن اصابات الملاعب، حتى يعني بعد الشر عن كل السامعين، لو حد مثلا عنده لا سمح الله سرطان مثلا، دايما يقال انه بتفرق كتير لو حالته المعنويه كويسه، ده هيساعد كتير في مقاومه المرض. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ انا عايز اقول لحضرتك لدرجه مثلا تعدي ال 60 70%، ان لما بيكون في الجانب النفسي عالي جدا بيعلي جهاز المناعه. انا لسه كنت بكلم حضرتك في حتتين، حته جهاز المناعه بيعلى لما بيكون الحاله النفسيه بتاعته عاليه، كمان الاستجابه العضليه والعصبيه بتبقى اعلى كتير مما لو كان في حاله نفسيه سيئه. بس اللي عنده مرض عضال لا سمح الله صعب ان تبقى حالته المعنويه والنفسيه كويسه. وهنا بقى بيجي دور التاهيل، ما هنا بيجي دور التاهيل النفسي، ان انا زي عندي المقومات والقدرات ان انا اعلي معنوياته، بحيث ببين دايما الايجابيات اللي موجوده. يعني النهارده لو انا مثلا عندي لاعب عنده اصابه في الرباط الصليبي مثلا، وابتدى مثلا بيتاهل، انا ببتدي اديله الحاجات اللي هيبتدي يفكر فيها ازاي يعلي نفسه، بحيث يحس انه ايه، ان الاهداف قريبه. يعني كل ما هقربه من الهدف بتاعه كل ما هعلي معنوياته، كل ما الحاله النفسيه بتاعته هتعلى معايا، وكل ما هيبقى استجابته اعلى للبرنامج التاهيل اللي انا بعمله له. بيبتدي ده من اول ما ببتدي معاه الجلسات العلاج الطبيعي في الاول، وهو بنفسه لما بيحس ان الالام بتاعته بتقل، الحركه بتاعته بتزيد، النشاطات بتاعته اللي ما كانش قادر بيعملها ابتدى يعملها احسن او بألم اقل، ده بيزود من الاستجابه بتاعته بعد كده في البرنامج التأهيلي اللي احنا بنعمله.